لله والحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله. بسم الله في كل ابتداء والحمد لله بلا انتهاء، وتحية من الله وسلاما إليكم أيها الإخوة الكرماء. كلما شرفنا هاهنا خصيصا لواجب العزاء، وما العزاء في الإسلام إلا سنة نبينا المصطفى سيد الرسل وخاتم الأنبياء، الذي قال في حديثه الشريف وفي صدق ما نزل من أنباء أنه من عزى أخاه المسلم فقد طوقه الله بحلة من حلل الكرامة يوم القيامة. أيها الإخوة الكرام، ونحن نشارك الأسرة الكريمة عائلات أبو باشا وعائلات العرباوي في ليلة تكريم الأم الراحلة الكريمة، حرم الوالد الراحل الكريم حاج حمدي أبو باشا. نشارك السيد العميد علاء حمدي أبو باشا والأستاذ عصام حمدي أبو باشا والأستاذ عماد حمدي أبو باشا، ونشارك أيضا السيد العمدة الحاج محمد أبو باشا والسيد المهندس عدلي أبو باشا، ونشارك أيضا الوالد الكريم الحاج السيد العرباوي والسيد العمدة الحاج عبده العرباوي والسيد اللواء عبد الجليل العرباوي والسيد العميد عبد الحميد العرباوي والسيد العميد عماد العرباوي والحاج نبيل العرباوي والحاج عادل العرباوي والحاج فايز العرباوي والسيد العميد محمد شاهين صاحب النسب وصهر بالأسرة الكريمة. ونشارك أيضا السيد العمدة عمدة مشتول الحاج محمد ياسين، بوجود الرجال الأعلام سيد اللواء ماجد بيك الأشكر، سيد المستشار عيد نصيف، والسيدة النائبة الدكتورة مروة هاشم، والسيد اللواء أركان حرب عبد الناصر مساعد وسير الدفاع، وكل الوجهاء والعظماء، والسيدة النائبة المهندسة إيمان خضر. هيا بنا لنستمع إلى القرآن، إلى الذكر والبيان، ونحن نستضيف لحضراتكم اليوم قارئين جليلين من أعلام الإذاعة المصرية وأقمار شاشات التلفاز المصري والعربي، طاروت مصر وطاروت الأمة الإسلامية، فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروتي، ونسعد اليوم أيضا بفضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد علم وكروانه المجالس في كل مكان. أيها الإخوة الكرام، هيا بنا لنستمع لقارئنا وشيخنا فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، داعين الله له بالتوفيق وأن ينفعنا بتلاوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.
إن الله فالق القلب والنوى إن يخرج القي من الميت ومخرج الميت من القي ذلكم الله فأنى تؤفكون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم ذلك
إن الله فالق الحب والنوى. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. ذلكم ذلكم الله فأنى تؤفكون. صدق الله يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. ذلكم الله فأنى تؤفكون. والشمس والقمر حسبانا. ذلك تقدير العزيز العليم.
وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها. All right.
وهو الذي أنزل من السماء ماء Thank you.
ومن النخل طلعها حلوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينضج صدق الله العظيم. Oh.
إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. لا
صدق الله العظيم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو لطيف الخبير. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. صدق الله العظيم.
سبحانك ربنا لا تدركك الابصار، وسبحانك انت وحدك تدرك الابصار، وسبحانك انت اللطيف الخبير. لما تيسر من خواتيم سورة الانعام المكية والتي تعد 165 آية بالتمام، ونزلت يزفها 70,000 من الملائكة العظام، ولعظمها برقت القصواء ناقة خاتم الأنبياء لعظم وثقل ما بها من أنباء. أمتعنا بتلاوتها علم القراء، بل هو كبير القراء بالجمهورية، طاروت مصر وطاروت الأمة الإسلامية، المحكم العالمي للمسابقات القرآنية الدولية، عميد معهد الطاروت لإعداد القراء والمبتهلين بالعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي. شاكرين إلى فضيلته وإلى حضراتكم جميعا. باسم الأسرة الكريمة، أسرة الأم الراحلة الكريمة، باسم كل عائلات أبو باشا وعائلات العرباوي، باسمهم جميعا نشكر إلى كل من شرفنا بأداء واجب العزاء. نقلنا لحضراتكم هذه التلاوة من هنا من داخل كبرى قصور الضيافة المتنقلة، حاج خالد محروس بالزقازيق والهندسة الإذاعية العالمية، حاج محمد الخولي وأولاده والإنارة الذهبية اللؤلؤية، حاج علي محمد علي بالأحرار الزقازيق، والواجبات ضيافة الفندقية طفي السني ومصورنا ونراها كل يوم وليلة، ومخرجنا ومخرج الروائع مهندس ناصر صلاح. باسم الأسرة الكريمة أتقدم بجزيل الشكر السيد اللواء ماجد بيك الأشقر، السيد المستشار أحمد بيك دياب، السيد النائب عبد المجيد بيك الأشقر، السيد النائب مجدي بيك جلال عاشور، السيد النائب ماجد بيك دياب، السيد العمدة بل عمدة العمد بالجمهورية وقاضي قضاة المجالس الحرفية سيد العمدة الحاج احمد السيسي. ونشكر ايضا السيد المهندس ابراهيم المركبي، السيد المستشار عيد نصيف، السيد المحاسب ابراهيم فوزي خليفة، والسيد المحاسب محمد فوزي خليفة، السيد النائب عمرو بيك التونسي، والسيد اللواء طيار ابراهيم عبد المجيد. ونشكر ايضا سيدة النائبة الدكتورة مروة هاشم. ونشكر ايضا الى آل الغر والسيد اللواء اركان حرب عبد الناصر مساعد وزير الدفاع، السيد العمدة الحاج عبد الظاهر حسين، كابتن احمد العزوني، السيد العمدة الحاج السيد ابو احمد عمدة بني صالح. ونشكر ايضا استاذ احمد الرشيدي، ونشكر ايضا استاذ عاطف عطية نقيب المعلمين، ونشكر ايضا الى كل من شرفونا الاستاذ عمرو جمال موافي والحاج عبد الرازق جاب الله، استاذ محمد شاكر خضر، استاذ الحاج محمد ابو عوض كبير تجار السوق بالجمهورية، حاج بهجة عبد الغني. ونشكر ايضا استاذ وليد عبد الله وكل من شرفونا من اهل الواجب. ايها الاخوة الكرام، نشكر الى كل من شرفونا من اهل الواجب من كل حدب وصوب، وشكر الله سعيكم جميعا.
أشكر لكل من شرفونا من السادة العاملين بهيئة ميناء دمياط، وكل من شرفونا من كل حدب وصوب من كل ربوع الجمهورية.